عشان بس نشوف صوره من صوره لصوره، يعني النقيض تماما. بقالنا حوالي ساعه دلوقتي واكتر بنتكلم على ست عرضت على الفيسبوك انها بتبيع الجنين بتاعها، لسه حامل وبتقول انا قدامي حوالي اسبوعين بالكتير حولد، اللي عايز يشتري يتصل بيا عشان نتفق على التفاصيل، والكلام ده للجادين فقط. من الحاله الغريبه جدا دي الحقيقه، اللي هي زي ما ذكرنا يعني عكس الفطره البشريه والطبيعه الانسانيه وكل حاجه في الدنيا، الى نموذج بعيد تماما، نموذج كله امل وحياه وتحب قوي انك تشوفه وتسمعه. مجموعه من الشباب المكفوفين، ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بنعمه البصر، ولكن لديهم البصيره ولديهم الموهبه. هم بيدرسوا في مدرسه طه حسين، ودي المدرسه اللي اتخرج منها الموسيقار الكبير عمار الشريعي، ولما هم بيعزفوا وبيلحنوا وبيغنوا، وهتسمع كمان حتى منهم انشاد للقران الكريم اجمل ما يكون. لما تشوف الطلبه دي وتشوف قصه تحديهم وحبهم للراحل عمار الشريعي الله يرحمه، والموسيقار الكبير عمرو سليم ربنا يديله الصحه يا رب والعافيه، هتعرف انه لدينا شباب نموذج هائل للامل. تقرير زميلتنا مارينا امير مع مجموعه من الشباب اللي اتمنى الحقيقه انه اي حد من الشخصيات المقتدره، معلش النهارده عمال اعمل كذا مناشده، او اي حد من رجال الاعمال اللي بيتابع هذا التقرير لو يقدر يعني يتواصل ويتبنى هؤلاء الشباب، ينظم لهم عرض مسرحي، يتعامل معاهم، لان دول الشباب الحقيقه هتشوفوا قد ايه محتاجين الى هذا الدعم. هنشوف هذا التقرير ونرجع مباشره في اخر فقره لينا النهارده نسال سؤال مهم جدا. المراكز البحثيه اللي هي بره في امريكا بيسموها ثينك تانكس، هذه المراكز هل هي وهم ام حقيقه؟ بعد هذا التقرير. احنا بنيجي يوم الاحد وبنمشي يوم الخميس، مدرسه العاديه يعني، بنصحى بنفطر وبنلبس هدومنا وبننزل على المدرسه، بنقضي اليوم الدراسي عادي جدا، وبعد كده بنرجع. بعد كده بقى بيبقى في انشطه، بيبقى في موسيقى، بيبقى في جيم، بيبقى في كذا حاجه يعني. وعلى مستوى الشخصي اتعلمت حاجات كتير يعني، لان احنا طبعا بنبقى موجودين في الداخليه، فانا من وانا صغير ابتديت اعتمد على نفسي يعني، كل حاجه اعملها بنفسي، ما مش موضوع ان انا كفيف يبقى حد يعملها لي. ده اتعلمته لان انا ببقى كده كده قاعد في الداخليه، فالمفروض ان انا كل حاجه بعملها ببقى بعملها لنفسي. افترى الله من اعلم بجنود الخير المليانه شرف. اخر طبعا انا الشرف ان انا من المدرسه دي جدا، لان انا يعني بجد بحترم كل اللي فيها يعني، اليوم فضل عليا كبير جدا يعني. اتعلمت الموهبه دي من اختي كفيفه زيي برضو، هي اللي حبيت فيها موهبه الصوت يعني، صوت عامه هي اللي حبيت فيها الموهبه دي عامه. وكان بابايا الله يرحمه كان طبعا بيربي فيها موهبه حفظ للقران والانشاد والحاجات دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الموهبة عندي من زمان، بس كنت باجي هنا كان بيحفظ يعني، لحد دلوقتي بيحفظني حاجات يعني اعزفها، بس هي موهبة يعني. انا اصلا يعني من زمان وانا بحب اعزف. طبعا متشرف طبعا ان انا في المدرسه ديت، طبعا في خرجت طبعا عمرو الشريعي وعمرو سليم طبعا يعني من اعظم الناس طبعا. تاني منه ان هو يعني ان هو يعلمني الموسيقى بشكل محترف. واحنا في اولى ابتدائي هو يعني بيعلمنا الموسيقى وبيعلمنا العزف والغنى وكل حاجه بصراحه. احنا بلعب تمارين الصبح في القاع، وبنلعب النشيد الوطني طبعا في نهايه العالم. ان انا دلوقتي واقف على المسرح، اللي واقف ليه عظماء في الموسيقى زي الاستاذ عمرو الشريعي والاستاذ عمرو سليم. انا دلوقتي هبدا اغني اكدب عليك، ويا رب بقى تعجب حضراتكم والناس اللي بيشوفونا دلوقتي.
اكدب عليك لو قلت بحبك، لسه اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك، امسى اكدب عليك. بحاول اليومين دول اجمع طلبة ولادي، بعمل لهم فريق بحيث ان احنا الواحد يساعدهم الفترة الجاية، بنقي منهم الطلبة الموهوبين، هو فيهم بسم الله ما شاء الله موهوبين كتير، بعلمهم عن طريق السمع وعن طريق لما مثلا هعلمهم بيانو او عود او اي آلة بنعلمهم عن طريق الممارسة، برضو في نوتة برايل بيتعلموها، فبيقعدوا نعلمهم النوتة برايل ويبتدي يقراها، ومن بعد ما بيقراها بيحفظ النوت عن طريق برضو القراية وعن طريق السمع. بس هو المشكلة عندي يعني بتبقى ايه، الآلات طبعا كانت متوفرة، دلوقتي يعني على قدنا شوية.